السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة جدا ممكن الأطفال اللي يتعلموها. تمام، أول حاجة هتخش على البلوك كودينج. تمام، هو بيقول لي ايه الحاجات الجديدة، فدي الحاجات المتاحة أو الافتراضية. فأنا هنا هبدأ أشوف أنا عايز ايه. عايز إن هو يتعرف على الوجه، فهو فيس ديتكشن، هو يبدأ يحمله ويبقى موجود معايا. فهيبدأ ينزل لي الأدوات الخاصة بالفيس ديتكشن بالشكل دوت. طيب أنا مش عايز الشكل ده، تمام، فهبدأ أقول له إن أنا عايز أضيف شكل آخر. تمام، دي كلها أشكال موجودة. أنا عايز مثلا ممكن أختار مثلا سكوير بوكس بحيث إن هو يشاور على الشكل اللي احنا نختاره، وده الدب الحلو التوبي ده أنا مش محتاجه دلوقتي، ويخلينا نتعامل مع البوكس دوت. طيب أنا عايز إيه؟ عايز أول ما البرنامج يشتغل فهقول له ايفنتس، واقول له اول ما علامة البداية دي تبدأ تتفعل معاك هيعمل ايه. هيفعل لي الكاميرا، فاقول له تيرن اون فيديو. تمام، طيب بعد كده يبدأ يعمل ايه، يعمل لوب فور ايفر عشان تبقى كل ثانية. فهقول له فور ايفر اهوت، وعايزه يحلل لي الوجه اللي موجود. تمام، في الستيج اللاو. بعد كده هقول له روح للاكس والواي، عايز المربع ده يتحرك مع الوش بتاعي لما يتحرك، فاقول له جو تو اكس والواي. طيب الاكس والواي يبقى كده رقم ثابت، لا انا عايزه يبقى متحرك معايا، فهروح هنا للفيس وهقول له جيت اكس وهحطها هنا في الاكس، وبعد كده الواي هغيرها للواي. طيب وبعد كده هقول له عايزه يقول حاجة معينة، سي عايز اقول له خد شوف الواجهة بتاعي مسرور زعلان بالشكل دوت. طيب وخلينا بقى ايه نشغل البرنامج. اول ما ابدا احرك الوجه بتاعي، فلو في اي تعريف او في اي معلومه هيبدا ان هو يحط مربع، انا كده مسرور انجري هابي، فبدا يتعرف على الانفعالات بتاعه الوجه.